بتستحوذ على المشاهدين زي بقى المدينة؟ لان بص احنا كلنا شعبيين، كلنا من مناطق شعبيه، فكلنا عندنا المخزون الشعبي دوت. انت لما بتيجي تطرح مشكله في من 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 منك الفنان لما بيجي يقدم لك موضوع انت قريب منه بيمسك قوي وبيحسك قوي. فاحنا بطبيعتنا ان احنا كمصريين معظمنا شعبيين، فدايما الدراما الشعبيه بتلاقي رواج وبتلاقي عند المشاهد. بص النجاح بتلاقيه في الشارع، مش من اصحابك، مش من القريبين، مش من المتخصصين. اول ما الناس في الشارع اللي انت ما تعرفهمش يبداوا يندهولك باسم الشخصيه ويبداوا يسالوك عن الحلقات اللي جايه فيها ايه، تعرف ان انت كده خلاص نجحت الحمد لله. هو المجال في الفن عموما يعني مفيش بابا، المجال في الفن، الفن ملوش بابا. كل واحد لازم يحاول ان هو يسعى ان هو يبقى بابا في دوره، لكن ان احنا نعمم الحكايه ونقول ان الحكايه ليها بابا ابدا، عمرها ما كانت ولا هتكون. ايه الجديد اللي جاي ان شاء الله؟ ان شاء الله بنحضر الفيلم حلو قوي باذن الله ونتكلم عنه في وقت باذن رب العالمين. اي حاجه ان شاء الله، موضوع اكشن كده حلو باذن الله. طب الفنان اللي هيكون معاك؟ والله بصي احنا ما نقدرش نتكلم عن حاجه غير لما ندخلها، خلينا ندخلها ان شاء الله وان شاء الله نبقى نعمل حاجه حلوه تليق بالساده المشاهدين باذن الله. صح والسلام عليكم.